Mark, was morgen rasch hallo. بس انت كلكم جيتوا اتكلمتوا عن الموت، انا بس حبيت ان انا اعبر عن حاجه حصلت. اختي لما ماتت من 10 سنين طبعا انا اتأثرت جدا. هو بعيد عني يعني انا مش قادر المسه. بس في موت يعني بيبقى بين ايديك، بيبقى فيه يعني انت عارف ليه وعارف ان هو يعني. فبعد كده يعني انا كنت الاول يعني لحد وانا عندي 14 15 انا كنت متدين جدا، كنت بصلي و يعني او متدين بس ممكن يعني. لكن بعد كده حسيت ان يعني هم قالوا برضه على موت الافكار، فحسيت ان انا فكره الدين او فكره ال ما اعتبرش ان مثلا رامي المولوتوف على جد داخليه كرايم، بس في اثورتي وانا اصلا مش معترف بالاثورتي دي بتعتبرها كرايم. اوكي. سيم لوجيك، بس فانا يعني مش شرط ابقى معترف بالاثورتي دي. لا بس ده ما يمنعش وجودها من العدل. لا لا ما انت انا ليه اتنين اصحابي انتحروا اصلا موتوا نفسهم، فكنت عايز اتكلم في الموضوع دوت عن فكره الناس اللي بتلوم الشخص اللي بينتحر بعد ما بيموت، ان هو ازاي يعمل كده وان هو كافر بقى او ايا كان اللي بيتقال عليه. وان الموت ده حاجه بعيد عننا وان دي حاجه لا يمكن توصل لنا، اللي هو لا احنا قافلين على نفسنا ودي حاجه بعيد بتحصل لما اكبر ويبقى عندي عيال ويبقى عندها 70 80 سنه ممكن ساعتها تبقى تموت حاجه كده. فانا شايفه انه الموت ده برده مش حاجه وحشه ولا حاجه. نزل الموت هي جايه من ثلاث حاجات، هما أنانية وتعود وحب امتلاك، ودي طبعا كلها حاجات حزينة. No sunshine when she's gone, she's always gone too long. Every time she goes away.